بكم مشاهدينا من جديد. يعني ما تترقبه الأسواق واجتماع أوبيك بلس اليوم وما سيسفر عنه أيضا من تغييرات إن كان في حصص الإنتاج للدول الأعضاء أو إن كان لتمديد الخفض الطوعي لفترة أطول من قبل السعودية وروسيا وتأثير هذا التوجهات أيضا على تحركات أسعار النفط. نتحدث مع نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا بك نادية معنا. يعني الحدث الأبرز هو أوبيك بلس اليوم وما سيسفر عنه هذا الاجتماع، برأيك اليوم إلى أي مدى هذه الإيجابية التي نشهدها في تحركات الأسعار اليوم يمكن أن نقول بأنها سعرت أيضا قد يكون هناك المزيد من خفض الإنتاج من قبل دول الأعضاء، وهل سنصل إلى مستويات تتجاوز $90 في الفترة القريبة؟ صباح الخير سالي. يعني بالفعل خلال الأسبوعين اللي مضوا كانت الأسواق تسعر يعني المزيد من الانخفاضات من أوبيك بلس أو تمديد بالفعل تخفيضات الإنتاج، وكان في تفاؤل كبير يعني وارتفعت أسعار النفط بنسبة 4%، ولكن الأسبوعين الذي كانوا يعني قبل ذلك كان في انخفاضات لبرنت ما دون $80. فالقرار المهم اليوم هو أن أوبيك بلس أيضا تريد أن تثبت الأسعار ما يعني ما فوق $80 لبرنت، وحتى ممكن الأسعار أن تتجه إلى ارتفاعات أكثر من ذلك. ويعني اليوم القرار ممكن أن نرى انخفاضات أو ارتفاعات بنسبة $5، يعني سيكون في تحركات كبيرة لأسواق النفط. نعم نادية، يعني أيضا لو تحدثنا اليوم على المنطقة الأوروبية اليوم الترقب الرئيسي هو لبيانات التضخم، يعني وما لاحظناه أيضا من تفاعل إيجابي للأسواق على مدى الجلسات الماضية يبدو بأنه أيضا الأسواق باتت تسعر بأنه خفض الفائدة في عام 2024 بات قريبا أيضا. صحيح، يعني الأسواق تسعر ذلك منذ الشهر، يعني منذ بداية هذا الشهر، خصوصا مع البنوك الكبرى وتوقعاتها إلى بداية تخفيض أسعار الفائدة من يا إما مارس أو جون. فهذه يعني التوقعات دفعت تفاؤل في الأسواق، ولذلك نرى أسواق الأسهم يعني فيها ارتفاعات، وأيضا يعني أن التضخم بالفعل بدأ أن يتراجع. فاليوم اللي هو مؤشر الاستهلاك الانفاق الاستهلاك يعني هو سيكون حاسم جدا خصوصا للاسواق، وهو يعني سيكون حاسم ايضا في قرارات الفيدرالي التي يعني من المتوقع جدا ان يتم في تثبيت في شهر ديسمبر، واذا كان يعني اقل بالتاكيد من التوقعات او من السابق ممكن ايضا ان نرى ان الفيدرالي ممكن يصرح توقعات تخفيضات في السنه المقبله. نعم يعني نادية كذلك، يعني كما كنت تتحدثي هناك لاحظنا خلال الفترة الماضية نوع من التضارب في التصريحات ما بين أعضاء الفيدرالي، لكن أيضا الرالي الارتفاعات في الأسواق الأمريكية هذه المرة تأتي أيضا في ظل التراجع القوي اللي عم نشهده على مؤشر الدولار اللي بيختبر أدنى مستوياته في 4 شهور، برأيك اليوم هذه الضغوط إلى أي مدى ستستمر على الدولار؟ طبعا من وجهة السياسة النقدية وال يعني نهاية التشديد السياسة التي ممكن أن يعني تستمر في أو تبدأ في بداية السنة المقبلة، طبعا ممكن نرى المزيد من الضغوط على الدولار بالفعل. وأيضا طبعا وفقا للبيانات التي تأتي يعني على بضعف شوية من الاقتصاد الأمريكي، وأيضا يعني بغض النظر عن توقعات السياسة النقدية، ولكن بعد الانتخابات عادة نرى أن أسواق الأسهم يكون فيها ارتفاعات، ولذلك نشهد ارتفاعات في أسواق الأسهم، وهذا التفاؤل بشأن تخفيض أسعار الفائدة أيضا يعطي دفع إلى أسواق الأسهم. كل الشكر لك نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب. شكرا لك سالي.